خلينا نقول بالأشهر الشهر الأول أو بدايات الثاني من السنة المقبلة لازم يكون في حراك فرنسي تحت عنوان اللجنة الخماسية لإعادة تحريك الملف الرئاسي. شخصيا ومن دون يعني توقع، خليني أقول، ما أنا ما بحب أقول عندي معلومات وعندي معطيات، خليني أقول توقع بهالمعنى أنه موضوع رئاسة الجمهورية رح يكون المفترض أن يكون صار منجز ببدايات الربيع. ما في البكرة والله حدا اللي بأدار قلت لا بنيسان كذا، لا قصدك انه في رئيس جمهورية مفروض ببداية الربيع؟ بدنا ننطر بداية الربيع؟ هذا الواقع، هذا الواقع. هلا بس ليه انه ليه بداية الربيع مثلا؟ انا لانه بعد في امور يعني بالاتصالات لم تكتمل لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي. يمكن حالة التوافق الوحيدة اللي شفناها اليوم من 7 سنين لحد اليوم حول أمر ما أخذ يمكن إلا عن جهة واحدة لغط كبير وانقسام داخلي، هي مسألة التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب. كل ما تبقى دائما كان في انقسام كبير داخلي حوله وصراعات، وتعطلت الدولة نتيجة النكد السياسي اللي كان عم بتم التعاطي فيه واللي لهلأ بعده قائم في بعض الحالات الخاصة صارت أو الضيقة أو خليني أقول المعزولة يعني. وبالتالي لا، في مرحلة جديدة نحن المفترض أنه نكون رايحين عليها. هلأ ليش بدايات الربيع؟ أنا عم بحكي توقع لأنه ما شايف الأمور هالقد عند الخارج سريعة، والداخل ما في دينامية عند الداخل ممكن تحرك هذا الموضوع إذا ما صار في إيحاءات من الخارج أو أدوار من الخارج خلينا نقول، وتحديدا مع طرف أساسي ما فينا نطلع من المعادلة اللي هو إيران. يعني لأن اليوم شايفين يعني في صراع توسع بشكل غير مباشر بين إيران وبين أمريكا نتيجة حرب غزة، وبنفس الوقت العرب بحالة إرباك خلينا نقول سياسي على مستوى المنطقة وأيضا على مستوى لبنان. فهي القصة بدها وقت حتى تنضج. لو مسألة الرئاسة عنا مسألة ديمقراطية بحتة غير توافقية، بمعنى بينزلوا النواب على مجلس النواب بيعملوا جلسة، بأول جلسة ما بتقطع، بتاني جلسة، بتالت جلسة بيقطع رئيس جمهورية لحسابات داخلية فقط، كانت الأمور سلكت من زمان. بس ما هذا الواقع اللبناني السياسي، أنه ما في شيء بينطبخ بالداخل من دون أي امتدادات إقليمية ودولية للأسف. طيب كنا عم نقول، عم تحكي عن مسألة التمديد وعم نحكي عن إذا بدك الحركة الخارجية اللي كانت قبل يعني من شهر تحضيرا للتمديد لقائد جيش جوزيف أون، وهلا بالسنة الجديدة بدنا نبلش حراك دولي جديد على أن يتقاطع مع حراك محلي من أجل إنتاج رئيس جمهورية. هل لا يزال قائد الجيش من بين المرشحين الجديين لرئاسة الجمهورية؟ لأنه في البعض يعتبر بأنه ما حصل من سجال وانقسام وفوضى إذا بدك يعني، وأخذ ورد بموضوع التمديد له بالشهر الأخير إذا بدك أحبط حظوظه لرئاسة الجمهورية. مثل ما كانوا عم بيقولوا إنه أحبطت حظوظه لموضوع التمديد. لا، خلينا نقول بكل يعني شفافية وبحيادية، يعني هون ما عم حط الشيء، ما عم حط الجانب الشخصي العاطفي بهذا الموضوع، عم حط الشيء العقلاني والواقعي. الكل راهن انه مسألة التمديد مش رح تقطع ولا بأي شكل، وصاروا يخترعوا امور، وطبعا شنت حملة من غرف إعلامية وسياسية سوداء يعني حتى طالته شخصيا للرجل، وكان في إساءات وغيرها وهو تغاضى عنها وتجاوزها، لأنه اليوم في مصلحة بالترفع عن هذه اللغة اللي استعملت واللي كان فيها كتير من السوقية صراحة بالعمل السياسي للأسف يعني. وكان ممكن الواحد عن شو عم تحكي بالضبط؟ عن الخطأ، عن كل الحمل اللي عن قلة الوفاء، لا كل الحملة اللي انعملت على قائد الجيش من كل الاتجاهات، واللي كان ممكن انه انت تعترض عليه، انت حر انك تعترض عليه، حر انه ما يعجبك،
بس مش حر انك تنال كرامة اي انسان، مش شخص عم بحكي اكس قائد الجيش، على الاقل تضلك محافظ على هيبة هذه المؤسسة، لازم تضل انك على الاقل تحترم. اذا عندك اعتراض في اطر قانونية، وزير الدفاع استعمل احدى الاطر القانونية بديوان المحاسبة، وشفنا النتيجة شو كانت من خلال مطالعة طويلة ديوان المحاسبة، بديوان المحاسبة الحق لي. وبالتالي هاي مرحلة لازم تكون طويت بالتفكير، ما بعرف اذا طويت بس لازم تكون طويت بالتفكير. وبعتقد انه يعني هي كانت تجربة ربما لقائد الجيش كمان انتقال إلى مرحلة جديدة. كيف يعني؟ من توسيع مروحة الاتصالات السياسية أو الاجتماعية وعلاقاته، وشفنا كانت يعني أولى بوادرها هي هاللقاء اللي حصل واللي جدا دعوة مهم، دعوة رئيس تيار المرضى طبعا كانت بينه وبين السيد سليمان فرنجية.